فولو مي. حنبدا المغامره الان بس لايف ما ينفع لانه شبكه ما هي زود يعني هنا يا دوب بس نبات تمشي فيها، لكن نقول بسم الله على بركه الله نتوكل على الله واعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خلاص كالعاده اعيدها لكم، المبدا من المغامرات اهداف نبيله انه من توكل على الله فهو حسبه، يعني ان شاء الله ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا، لكن بعيد عن شيء اسمه جني يتلبسك والكلام هذا اللي انا الى الان ما حد تلبسني. عبد الكريم انا مدهن بزيت زيتون سعر تمرات عجوه، ان شاء الله ما يصير لي شيء ان شاء الله، بس هي كلها ترى يعني بيد رب العالمين، ما لها دخل في الزيت ولا لها دخل في العجوه. صحيح صحيح، نحن مؤمنين بالله عز وجل وراح يصيبنا الا الشيء اللي كتبه الله. يلا مع السلامه. بسم الله توكلنا على الله، يلا روحوا ولا ولا قوه حركوا يلا جو. احمد اذا سمعتوا صياحه عبد الكريم تعال باعي بريالين حسبي الله. خلاص والله يلا السلام. هاي توكلنا على الله. بسم الله. عبد الكريم دائما نسمع يقول لك انه العظام غذاء الجن، هل انت مصدق لذلك؟ هذه كلها عظام عند المدخل. الله يكفينا شرك. شوف هذه كلها عظام. الله يكفينا الشر. الله يكفينا الشر. ما دام ان احنا بنقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا نخاف من اي عظام. شوف العظام هذه ما تخاف منها. يلا بسم الله توكلنا على الله. يا الله توكلنا. انتبه. ايش فك؟ شوف دائما دائما اصوات اصوات فيه اسمع دائما الخوف في المناطق المخيفه هذه ما هو من الجن، الخوف من الاعمال السائبه، الاعمال المتخلفه، ان الانس اللي هنا اللي يكون عندهم نوايا خبيثه من مخدرات ولا مسكرات ولا شيء، فهنا انا اول واحد افقع ترى ما علي من خويي من معي انا اشرد على طول. تعال هنا تعال بسم الله. ما في شيء هنا انحبسنا. ما في شيء هنا. تعال ندخل الجهة الثانية. أخاف من البشر، الجن البشرية. لسه لسه يخش ما عليك. هات يدك تعال، انتبه لو تطيح هنا تموت عطش. إيه هات يدك من هنا تبدأ، وهذا هو اللي بنجيه. ايوه حط يدك هنا. ايوه يلا هات يدك. هات انتبه هات يدك هات يدك هات يدك يا مسلم هات يدك. لا لا مو كذا. ايوه يلا برافو برافو مغام. انتبه من الحفره ذي. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. ما عليك ما في مخرج يا رجل الا في شو وينه؟ نقول بسم الله توكلنا على الله. أهم عنصر في المغامرة عبد الكريم إنك تقول في أحد. لا يا أخوي لا مو كذا يا أخوي. تخيل هذا تطيح تزعل المسلمين. لا تزعجهم يا أخوي خلهم يا أخوي خلنا نستكشف حنا في جن. تعال بسيطة سوي كذا برجولك والثانية كذا وهب ونقول بسم الله توكلنا على الله. هذا وش فيه؟ لا لا يحتاج وجه الله عليك تكفى يا اخي مو كذا يا اخي انا ترى اول مره سنه اولى في المغامره. والله انعدم بنطلونك. بدا يا رجال بدا بالله كيفك اليوم. نقول بسم الله ضوء هنا ضوء هنا. شوف يا جماعة الخير وش هو أصلا ذا؟ والله ما أدري وش هو. لو أدري المدينة ما أعرف. خلينا نجي قدامك تكفى. الحين ظهري. وش هو؟ سمعت الصوت؟ إيه. بسم الله. حمام. هنا مكان البارتي حق الجن. يا اخي لا تقول جن يا اخي. انا ابوك يا مريم يا مريم نفسي ايش؟ ابوك امنا ارحمهم.
قاعد صار. ايش فيك؟ يمكن في بشر هنا يا اخي. بسم الله توكل. دقيقة، قبل شوي صرخت وطاح شيء من هنا، فدائما أقول لكم مناطق المهجور لما يطيح شيء أو أي حاجة أعرف إنه ما هو بجن. هذا يكون يعني من صدى الصوت أو من صوتي كده، هذه الحمامة تحركت طاح منها شيء. نقول بسم الله توكلنا على الله. إحنا جينا الحمامات، هذه ما لها دخل المفروض. يود يود تنظيم تحس عثمان، تحسه قديم صح؟ انه الشيء عثماني وشيء البيت في ممر سري هنا. لا 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 كان لا بس ما هو منتج بعد الخير هاشتاج في هاشتاج عندك اسمه ايش بك نكسر الاول اللي هنا مسلمين. تصميم واد من الدولة العثمانية أتوقع، من الدولة البيزنطية. الآن أبوك صار كل أنت؟ لا والله أنا جنبك. جمك؟ جمك؟ والله أنا جنبك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حمام طاع لك شيء؟ حمام مين؟ والله العظيم حجر والله. طيب من الحمام والله والله حمام. والله جنبك. شوف الحجر اللي طاعت. شوفه. من الحمام يا شيخ. شوف. حمام. تحرك وطاح. لا لا قول بسم الله لا ترمي الا. شوف طاحت علي. والله طاحت هنا ورب لك العافية. بسم الله بسم الله عليك. حمام يا شيخ. بالله لا تصالح انت يا شوف هذا على الذا شوف ذا اي ان وديتك بلا ورا. السهم هنا. شكل في ذهب يا والله شكل. الله لا يوفقك يا ريدي. اسال الله يا اخي شيبت انا فيني ثلاث شيبات يا سيرحم شيبان والله شوف يعني انا اقول لك انتبه من الحفره ذي هذا وش هي؟ صغير معي ليش الخشبه ذي؟ قول بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لما اسوي زي كذا يعني في اشياء تطلع غريبه في التصوير هم يقعدوا يحللوا حبايب ياسر في احد؟ في افاعي شوف هذه المنطقة بتطيح عليك اشياء كثيرة لا تصايح عارف شوف ليش؟ شوف الحق كم حمامة فوق امانة لا تصايح امانة شوف امانة ايش بك؟ ايش بك؟ اي نستكشف الان اسمع شعورك وانت في المغامرة اول مرة لا شوف انا الحين كسرت حاجز الخوف ممتاز. صح جاتني صقعة في حجر بسم الله طبيعي ذا اللي تسمعه بالله من الشيطان الرجيم ندخل هنا تعال انت المشكلة انت يا ياسر ما تنضم يعني الواحد يضم يروح الخوف ما تنضم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين شوف لو في جن هنا نقول بسم الله يا اخوي ذا يدور حرش انت والله يعني بسم الله بسم الله بسم الله ما دام قلت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ان شاء الله ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا. دحين هذا الموقع اللي عليه قصص وخرافات ما جانا فيه الا حصى بس وكلها اشياء طبيعيه. اسمع اسمع اسمع
في صوت رايجي صح؟ فيه صح؟ عادي ذا الجيران اللي هنيه تكفى يا لازم والله نكمل البيت كامل. لا صل على النبي قول لا اله الا الله. لا اله الا الله لازم والله يعزم لك يعني مسوي لك عشاء. ربي يسعدك يا حبيبي والله العظيم عشاء. اسمع هي اللفه السريعه هذه عشان في اشياء بتعدي من ورايا سبحانك ربي. فانا بسوي كذا عشان يعني المحللين اللي عندي يحللوا الاشياء. ايش هذه دقيقه؟ لا قاروره مويه والله شوف قاروره مويه. طيب طيب اسمع اسمع والله انسحب من المغامره. اسمع والله لا انسحب من المغامره بس بقول شيء الان. ايش اللي بقوله؟ اذا في جن هنا فعلا ويبغون ينسحب من المغامره طيح العلبه هذه. لا تطيحونا. الله يجعلها ما تطيح. اذا طاحت والله انسحب. الله يجعلها ما تطيح. يلا يا جن اذا في جن هنا فعلا تدبر حالك. استرفع علومك يا ولد. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا في جن هنا سووا اي شيء والله لنسحب من المغامره ذي. لا تسوي شيء. شوف نفس الكتابة مكتوبة هنا. ده أنت شوف ده أنت. بس بس سووها مرة ثانية. شو هذاك وشو؟ هذاك وشو؟ عند الطاقة. هذاك وشو؟ فين؟ هذا هذا هذا. شوف هذه إصبعي. إيه. هنا هذا وشو؟ هذا هذا. خلاص سووها سووا يلا بروح. تعال 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 تعال. ها يا جن الله يلعنك سبعين ألف. بسم الله بسم الله والشيطان يخسر. ايش فيه؟ أسألكم بالله تكونوا شرطة يا رايا جن. وش سوى؟ صور خروج 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 اكسب. تعال تعال لسه بنكمل والله ما نطالع لين نلف المكان كله. شاف حمامه وانخرج. تعال من هنا. اللي قبله شيء والله حمامه. ايه حمام. لا كل شيء عنده حمامه لا اله الا الله. اول شفت الحجر اللي طاحت علي؟ طاحت علي حجر يا جماعه والله كذا. يقول لي يدك. يقول لي حمامه. يا حمامه ما في احد هنا. بسم الله بسم الله احلى كلام تعلمنا. شوف البيت هذاك. شوف البيت هذاك لكم بتروح له. ايش حالك يا هادي؟ ما شاء الله العظيم الله يا ربي يا ربي يا حبيبي يا ربي. امسح هذا القميص وحضر من الواتساب. هذه هذه احلى شيء لما نسويها. تعال انت تكسب فيني ذنب اقسم بالله العظيم. والله انا قالت انت كيف ما تهامل بزياده. هامل بس شوي. دقيقه ايش سوى يا حبيب قلبي؟ هذا جنان مكان. والله اني ما لي ما في ولا شيء هنا يا الربع. اذا في شيء ترى ما لي ذنب اقسم بالله. دقيقه دقيقه هنا انا لازم قول بسم الله. دقيقه قول بسم الله يا جماعه يا معشر الجن بالله يحركوا الطاقه هذه قفلوا شوف لكم صرفه. اذا في جن هنا فعلا شوف تتحرك طاقه. الله يرحم ابوكم. ما ايش سوي؟ ما في. خلاص ندور الحرش انت. ما اصحى شيء يا شيخ. امشي. لا اله الا الله. وين البيت؟ انا قسم بالله ما اطلع من غرفه لغرفه الا بالاذكار. والله انت ذاكر ربك. انت هنا ذاكر ربك. يعني في البيت صدقني يا عبد الكريم انه ما يصيبك الا ما طاح شيء اقسم. ما اقول لك الحمام هنا. لا اله الا الله. لا هنا حديد ما في شيء. هنا حديد واشياء خطره مشينا.
ترى في سنابة مسحت والله من هنا دخلت في كذا سويت بالكشاف في نور كشاف جاء من هنا يعني في أحد أو انعكاس الله أعلم. بسم الله توكلنا. لا تخاف يا ترى طبيعيين. وقف إذا في جن هنا قولوا تعال 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 تعال. أنت ليش محرك كذا؟ حرارة يا أخوي. طيب أنا ليش ما فيها رق؟ شوف إيش ما نت كذا ولا ما فيها. يا أخوي أنت رحيم أنا يا أخوي فيني دهون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قصر افراح ولا وش وضع؟ تدري ايش القصص اللي هنا؟ ها. يقول لك هذا في الليل يعني زي الوقت هذا مليان طرب ومليان اصوات. في الى الان ما شفنا ولا شيء ولا اي حاجه. هذا وش بياس اشبه؟ يقول لك في الليل تسمع طرب ودق وتيازير وما ادري اصوات كثيره يقول لك لكن ما فيه ولا شيء. بمكنسه تبزع بمكنسة. شو اسوي؟ مساحة. لا تضعيف يا ابني. تعال. وجه الله عليك. لا هذا شو ما انا عارف لا. طب هذه المنطقة ما رحنا احنا ولا رحنا؟ رحنا قسم بالله خلنا نشوف ذا اند هنية وذا اند هناك. ما قلت لك في الدي هناك في الجهة الثانية صح؟ والعلبة هذه كانت هنا. ايه قلنا لو فيها خلاص مشينا والله ختمنا والله العظيم اقسم بالله العظيم. طيب. والله يا جماعة ما في ولا شيء من القصص اللي قلتوها. الموقع طبيعي جدا حذف حصى حاجة خفيفة كلها طبيعية. الموقع جدا جدا مخيف كمنظر لكن في النهار ما اعتقد انه بيكون بالوحشية هذه. حط على وجهي بقول كلمة اقسم بجلال الله يا جماعة الخير كنت في اعتقاد نفسي وفي داخل الرجل هذا ممكن يمثل اوفر. اوفا والله العظيم والله حتى اني قلت له ياسم كن فيه قال لا انا على طبيعتي بالسنة وبرا السنة والله ما جاكم الا الصيف والله المكان يعني لا. تعترف اول ما تقول لي خلينا نصطنع اثار وتشويق عشان تختبرني صحيح افا كان ممكن قلت لنجاح المقطع بس والله الان من المدينة اول مرة ادخل المكان ذا موحش جدا 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 على الطبيعة والله الله يسعدك يا شيخ لا والله انا ان شاء الله نعهد بيني وبين كل حبايبي ياسين مستحيل يوم نام اصطنع شيء الا لازم اقول لهم اذا اصطنعت اي حاجه حبيبي الله يسعدك يا شيخ طيب اكمل لكم قصه الموقع هذا ايش هو كان يعني ما ادري لكن الواضح انه كان شيء حق مناسبات او شيء القصص اللي على الموقع هذا انه في لكن اعتقد انه في النهار ما هو وحش بالطريقه هذه على كل ما صار اي شيء الا حذف حصى وهذا مسكين تجرمد في يده شوفوا كيف والله انا ما ادري كيف جاتك حذفت الحصى هذه بالقوه هذه شكل هذا من الزيت يا طويل العمر شفت سمعت صوت اصوات في طبيعيه هي اما صدى او حيوانات يعني حيوانات يعني اللي هي الحيوانات الكلاب البساس السهم من هنا الجن فيها وطنيه شوف سبحان الله قل لا اله الا الله لا اله الا الله ايش العلم هذا طبيعية هنا ايش فيه؟ هنا ما جينا هنا ما جينا ما خلصنا نقول والله ما جينا تعال بس اشوفها والله ما جينا هنا بسم الله ذكر الله في الله تمام بشر ما خلق الله وضع اعوذ بكلمات الله التامة انت ملاحظ في زي هذه مرة كثير في المكان جالس املك المنطقة هذا مدخل صدق من هنا جلسات هذا الميز اتوقع هذا الميز حق الحريم سبحان الله هذه يحبونها حبايبي فلازم اسويها لهم اوه هذا المخبز الله اكبر تعال اسمع شوف فوق راسك هذا اللي تفجع الناس الحمام ما ادري المنطقة هذه ما جيناها مسكر منطقة عادية ومسكر خلنا نطلع من جهة ثانية طيب ترى كاننا ضعنا
قبل كل شفت كيف يعني لما تروح منطقة زي كذا وانت مؤمن بالله محصن نفسك في متعة في الموضوع في كذا إثارة. أنا إن شاء الله بصير مغامر من اليوم رايح إن شاء الله. من فين جينا أصلا؟ من زاد أخوي إن شاء الله. اللي غامر يمشي. من هنا من هنا من هنا والله من هنا. أسمع. إيه روح روح. تخيل من شارع تحرك لحاله خليك. شوف أنا كيف تعودت من المغامرات ما يحتاج أمسك بيد كشاف وكذا بس شوف. وخلاص من هنا جينا تعال. من هنا من هنا انت من الحفرة ايش فيك يا مسلم ايش بك ايش في تحت التلعب دقيقة في شيء تحت هذا سيب تحت ولا ما دخل من هنا؟ من هنا؟ مو اكتشفنا هذا الغرفة؟ لا لا من هنا؟ لا من هنا؟ أتصل الحركة اللي هذه اللفة والله حبوها الناس. أخوي أنا ما أحبها يا أخو. أطلع وسوي يا شيخ خلاص هذه لفة على عمرك 16 ألف مرة لفة. لا والله ماني متأكد ها؟ ماني متأكد وجهة ثانية لا من هنا في لما؟ من هنا يا والله دقيقة دقيقة من هنا؟ دقيقة شوف لازم نسوي زي كذا تعال طالع قول بسم الله قول بسم الله قول بسم الله وكل شرك طب خليني أنا أروح أول واحد لا لا تعال لا تخليني لحالي يا أخوي تعال هنا وانتبه من الموقف هذا اللي هنا بعدين سوي كذا هاي نط بسم الله ابليس يدي يدي طاحت والله مع النطه شدت مفاصلي وبيشيل الدلال دقيقه اسمعوا والله لا اسمع اسمعوا والله شدد لا لا خله 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 لا لا خله خله قول بسم الله دقيقه بس يبغى له هداوه شوي والله ما انط مره ثانيه انا هناك تكفى خلاص من هنا خلاص والله شدت مفاصلي يلمتك طب اروح قدامك خش 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 لا مو للدرجه ذي بس الالم خش مالك امسك روح والله صعبه يا اخي روح روح مالك بسيطه انتبه لا تمسك لا تمسك في الخشب لا تمسك في الخشب يا حبيبي اوه والله صعبة يا ابو فني طيب هات اوريك انا امسك اقسم بالله صعبة لا لا تشيل همها قول بسم الله توكلت على الله لا تطيح هنا ايش هذا الكيس اي خلاص تمام خلاص امسح رقمي امانة وسوي لي حظر من الواتساب بسوي لك ام فولو بتويتر والله يا جماعة خلاص والله يا شدت علي انا اسف لازم نطلع طلع في احد جوا تصدقوا بس اسمع 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 دقيقه طفي السياره اسمع كلاب بس في اصوات جوا يعني في من العمال السابع او شيء هو اللي قاعد يحذف حصى او ما ادري كذا تعتبر انتهت المغامرة ما في ولا شيء إلا الأشياء الغريبة اللي صارت تشايفينها أنا عن نفسي أقول هذه كلها أشياء طبيعية لأن ما طلع لنا شيء يعني شيء